تعقد إلى اليمن. لا تستطيع لا الحكومة ولا الرئاسة ولا مجلس النواب ولا كثير من المسؤولين اليمنيين العودة إلى اليمن. لماذا يعني منع اليمنيين من العودة؟ كيف أتوا من أجل عودة الشرعية والتعاون مع الشرعية ودعم الشرعية وهم مانعين الآن من الشرعية بكل مؤسساتها من هذه العودة ومن العمل ومن أيضا الإيفاء بالتزاماتنا أمام مواطنين اليمنيين. اليمنيين عندما ينظروا إلى هذه الشرعية التي أصبحت الآن رهينة بيد إخواننا في السعودية والإمارات ويقارنوها بالوضع عند الحوثي ويروا أنهم لا نستطيع أن نفي بالتزامتنا كحكومة.